هلكت وأنا كح، لازم أمر عند الدكتور أنا ذا. السلام عليكم دكتورة. عليكم السلام يا عبد الله، شخبارك؟ طمنا عن حالك. دكتورة الكح وايد وأبغى أسوي فحص كورونا. كورونا؟ ليش؟ أهم شيء دائما نقول غسيل اليدين. ليش؟ لأن الكورونا ينتقل عن طريق الرذاذ اللي يطلع من فم الشخص وأنفه لما يكح أو لما يعطس. نتمنى أنكم ما تشخصون الحالات اللي فيكم إلا باستشارة الطبيب المختص.